اليوم خرجنا بفضل الله تعالى وكرمه في قضية عزلتين بني سلطان وبني علي المحويت الرجم، كانت فتنة انتشب بينهما على هذا على فايش ومخارجهم، فايش ومقاطع زي ما تشاهدوا الآن. الحمد لله رب العالمين. لا 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 خرجنا بتوجيهات السيد علامة سلطان الحمدي أكبر عمال الأنصار الله أن نحسم الموقف بجانب الصراعات والعداء إلى أمر الله، والحمد لله وجدنا هؤلاء الطيبين. المشرف الاجتماعي تفضل تكلم على المرجلة مدير الأمن هذا الرجل العظيم الذي بحجم المنطقة كلها، نفس الكلام عرف عن أنفسكم. العميد الرقم عليه رجل شاعة سريحي والأخوان العدول والقاضي هاشم جنب ناس الفتن، وكان قد كان في نوع من الصراع. الحمد لله رب العالمين اليوم جينا نحاول نجنب الناس الصراعات الداخلية اللي حللناها، ونخرج بهم من الصراعات البسيطة وترسل قتال بعض من بعض وما قتل عدوان. والحمد لله رب العالمين وجدنا ولا نرضى بقطع أرزاقنا ولا نشين نادي حد ولا نقطع رزق حد، وهم أخوة وشط الثوب والأخ من أخوه وصاحب من صاحبه، وأيا كان الناس هؤلاء كلهم سيعلوا ويدفنوا المصلحة العامة أن الناس كلهم يتعايشوا بمحبة وسلام، وقد تعايشوا قبلهم آبائهم وأجدادهم سنين طويلة. نعم. والآن الأوان يواصلوا ما تبقى، الله وحده يعلم العمر، وهذا المقاطع اللي اختلفوا عليها لو استمروا فيها 1000 سنة ما تنتهي. وغير الشيطان العظيم يحاول ينفخ العداء خير، وخلني بعد الذين خير، واحنا ان شاء الله اليوم نوفق في حل القضيه. لنا فيهم يومين والحمد لله رب العالمين، اضافونا واكرمونا واحسنوا الينا، ووجدنا في هؤلاء الطيبين المشرف الاجتماعي والمشرف العام والمامور المنطقه الامنيه هنا، كل تجاوب وكل حفاوه وكل اقبال وكل اخلاص، وجايين معانا ما مش معاهم شيء، جلوبهم مثل قلوب نظيفه، مؤمنين بعد قضيتهم، متحملين مسؤوليتهم، ما مش معاهم شيء، لكنهم الاجر المثوبه من الله، ما مش عمل اقرب لله وادنى رحمه هذا العمل. الف الف شكر للاخوان الحاضرين، الف شكر لمدير الامن، الف شكر للمشرف الاجتماعي، الف شكر للشيخ هذا العزيز، الف شكر للعدو، والله يحفظكم ويوفقكم ويكتب في ميزان حسناتهم اجر، هذا ما عندنا. يا سيدي علي. فيما بين بيت السلطان وبني علي ميزان السائله. الفاصل بين الطرفين. مشان المشكله كامله. والفايش لا تجيب العزلتين. خلفه الذي لموا شمل الطرفين وحقنوا دماء الطرفين ووقفوا الفتنه. فنشكرهم مره ثانيه. يا لجنه التحكيم وقفونا البلد. الحد من حدي والسوايا القاطعه. قاطعه. قسم اله الكون من سابع سمع. سمع. ما فائده في الصلح وقتي ورعه. واضح. امانه لو قالوا ليوسف يعقوب نبي الله ان يوسف هذا ما يجي، والله ما يجي، ما يجي بعد. ولو ان احد عاقب احد ما عاقب اشد من توفي، على ما بتتقاتل وكل لف لف سينا باهي، بكره بعد ما بعد احنا في القبور. نعم. قد يسبق الموت ما عملت هول غدا في المستعد له واستقبل الاجلاء. جاهزين غاغا، انا جاك مجاني ويجي قبر مجاني. كفايه سفك دماء، كفايه قرد، كفايه عدواني، علامه الارض وضعها لنا شويه حجاب، وعما قريب 10 سنة ما ادري نوصل القبر كلنا. اسالوا اباكم ان زاروا. الله يسهل يطلعوا الدورة ويرجعوا. حق الله وحق حقه. وبعدين انتم اخوان من زمان الزمن من قبل ما نجي والله. حمد الله يا شيخ. لازم اخواني شباب. عطوا اخوان الى يوم القيامة. والله من اخ ما اخوه. قوموا اهم قوموا اهم. يا بينكم لا خير كثير من اجواهم الا من عمره وصدقه او اصلاح بين الناس. ما قد انت ودي جنبك الحرية على العين. كل قالوا ان المصلح الاجتماعي سمعوني المصلح لحظه ما قالوا اسمع المصلح قالوا اول جاريه تسجد لها من جمالها تقول له ارفع راسك انا غير جاريه من جواريك فيقبلها 70 سنه ما اروح ان اتعلم الحب بعود عن الحزبيه وبعيد عن التنظيم وبعيد عن الولاء حب لله وبغض في الله معني. هذا معنيد وهذا فايش معني هذا معنيد مرت البشاري ايوه بني حبش البشاري وهذا فايش معني ما عليكم من أيوة. يا اخي ما على خلي وهذا سايله قاطع بن بيت السلطان حابا عنجت ما يدعت توها ولا ايوه تمام احنا معنا عدو